بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في شرح الشابتر 6 Frequency Response Input Plot من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم دكتور منجي محمد زيدي. هنا سنواصل في البود Plot of First Order Low Pass Filter. قبل كل شيء نعرف بالبود Plot. البود Plot chose the magnitude and network function in a decibel. هذا مهم جدا، in decibels versus frequencies. يعني بالنسبة للبود بلوت هو الماجنتيود in decibel as function of the frequency, and also it's يعني the second part is the phase as function of the frequency. فمهم جدا، يعني هو الماجنتيود in decibel. طيب نشوفه، راح نشوف يعني بعدين ما معنى الديسيبلز versus frequency using logarithmic scale. هذا مهم جدا، نفس الشيء logarithmic scale for frequencies. طيب هنا سنأخذ example body plot of a first order low pass filter. low pass filter يعني بكل بساطة يعني مصدر جهد مع مقاوم مع capacitor، وهذا الoutput وهذا الinput. هذا في الدوائر الإلكترونية، يعني سيركت بسيط جدا. بالنسبة لل transfer function of this first order system or for this low pass filter, each of JW or each of GF I can write it as like this 1 over 1 plus JF على FB، والFB هذا نسميها البريك فريكونسي. وبالتالي أول خطوة هي how to calculate the magnitude of HF. HF بطبيعة الحال هو this magnitude، هو واحد على root square، لأنه من تحت عندي 1 plus JF على FB في شكل يعني عدد مركب، وبالتالي يعني magnitude هو root square of 1 square plus F على FB square like this exactly. بعدين هذا هو يعني هذا هو يعني شغل بود بالضبط. شغل بود يعني هو magnitude الترانسفير فانكشن الذي انطلقنا منه in decibel. الماجنتيود in decibel هو بكل بساطة 20 log الماجنتيود الحقيقي، يعني هو 20 log هذا الماجنتيود، يعني 20 log هذا الماجنتيود يساوي ايش؟ يساوي 20 log بطبيعة الحال عندي log هذا في شكل ايش؟ في شكل A على B، هو يعني يجيني log A minus log B. هذه قواعد يعني في اللوغاريتم، يعني ممكن استرجاعها وتذكرها. تساوي 20 log 1 minus 20 log الجزء الذي هو في المقام. ايش يساوي؟ يساوي minus 20 log، لانه 20 log 1 هذه تساوي 0 بطبيعة الحال، تصبح ايش؟ تصبح minus 20 log هذه القيمة. بعدين هذه القيمة هي root square of، والroot square نعرف انه هو يعني اس نص، وبالتالي هذا النص يعني ينزل مع يعني قبل اللوج، تصبح ماينس 10 لوج 1 على زائد اف على اف بي سكوير. هذا الماجنتيود ان ديسيبل، يعني هذا هو الجزء الاول من البود بلوت. وهنا سنناقش التردد الصغير والتردد الكبير، يعني لما نكون في الفريكونسي الضعيف او الصغير ولما نكون في الفريكونسي الكبير بالنسبه للماجنتيود ان ديسيبل. فاذا كان الاف اصغر بكثير من البريك فريكونسي، يعني احنا الاف هنا قريبه من الصفر، فبطبيعه الحال اذا اف اقل بكثير من الاف بي هذا الجزء سيصبح صفر، وستصبح عندي ماينس 10 لوج 1 ايكوال تو 0. اوكي، وبالنسبه للتردد العالي، يعني اذا الفريكونسي يصبح يعني كبير جدا مقارنه مع البريك فريكونسي، ستكون يعني هذه اف على اف بي هي تقريبا يعني هي اف، وبالتالي ستصبح ايش؟ ستصبح يعني ماينس 10 لوج اف على اف بي سكوير، لانه الواحد هذا سيصبح يعني يمكن تجاهله امام الاف على اف بي، لانه الاف كبير جدا، وبالتالي عندي سكوير سينزل مع العشرة وسيصبح ماينس 10 لوج اف على اف بي. هنا I can draw or I can plot this first part of the bod plot each of f magnitude in decibel. magnitude in decibel اول شيء في يعني عندي الريل اكسس، يعني اقسمه عندي 0 اف بي على 10 اف بي 10 اف بي 100 اف بي، بعدها تجي 1000
اف بي الى اخره، وبين يعني كل نقطه ونقطه نسميها ايش؟ نسميها ديكيد، نسميها دي الديكيد. وعندي الاتش اوف اف لو نذكر به في الشريحه الفارطه في الفريكونسي الصغير وفي الفريكونسي الكبير. فهنا في التردد الضعيف يعني عندي الاسمتوت هو صفر، وفي التردد الكبير يعني عندي الاسمتوت ماينس 20 ديسيبل في الديكيد. في الديكيد ما معنى هذا؟ يعني انه هذا في التردد الصغير ذا بود بلوت، يعني قيمه البود بلوت في الديسيبل تساوي تقريبا صفر. وفي التردد العالي كل ما انتقلنا ديكيد، يعني كل ما انتقلنا من ديكيد الى ديكيد انزل بكم؟ انزل ب 20 ديسيبل. يعني من هنا من 20 نزلت الى 40. هذه 40 ماينس 40 ديسيبل تناسب الفريكونسي كم؟ 100 اف بي. وهذه الماينس 20 ديسيبل الماينس 20 ديسيبل تناسب الفريكونسي 10 اف بي. اذا انتقلنا من 10 اف بي الى 100 اف بي نسميه ايش؟ نسميه انه احنا يعني انتقلنا بديكيد. انتقلنا بديكيد يعني نزلنا بكم في الديسيبل؟ نزلنا ب 40 ديسيبل. نفس الشيء من 0 الى ماينس 20. بطبيعة الحال هنا عندي الاسمتوت، هذا الاسمتوت، وعندي الريل اكتيال ريسبونس اوف ذا كيرف، هاي فريكونسي اسمتوت والاكتيال ريسبونس تيجي يعني هي يعني الحقيقيه، الكيرف الحقيقيه. سوري. This is how to represent the magnitude bode plot for the first order low pass filter. Thank you.